شمس اف ام. شمس اف ام، وين انتي وين احنا؟ نرجعولكم على شمس فيهم، نقعد معكم حتى نص الليل. هذه مول لايت، مول لايت سبيسيال تنمية بشرية، باش نحكيو برشا حكايات. الموعد اللي تستنيو فيه الكل، تنجمو تكلمونا على 71 16 70 70، 71 16 70 70. اليوم استضفت لكم نجم من نجوم التنمية البشرية، نجم يطلع على الهواء مباشرة في بعض القنوات المصرية في مصر، عنده باش فان على الفيسبوك أكثر تقريبا من 350 ألف فان على الفيسبوك. الشخص هذا اسمه دكتور أحمد عمر، أخصائي نفساني مختص في الطاقة الحيوية، وزاد مدرب في التنمية البشرية هنا مع الكوتشينج لايف سنتر، باش يعطي بعض الدورات التدريبية. نحب نرحب بكل حب دكتور أحمد عمارة، مرحبا بك على شمس فيلم. شكرا لك دكتور، مرحبا بك، شكرا لك اللي قبلت الدعوة متاعنا. دكتور أحمد عمارة لأول مرة في تونس في زيارته في حياته معنا. صح، لأول مرة. مرحبا بك، برشا ناس يستنوا فيك، عملنا البرومو، برشا ناس قاعدين يتصلوا بينا تو يحبوا يتحصلوا عليك ويسألوك برشا أسئلة. دكتور أحمد عمارة، كي نشوفك في التلفزة كنجم معناها نعتقد هكا نقول الشخص هذا محليه، عنده طيبة خاصة، عنده طريقة متاع إلخاء خاصة، وعنده زادة حب كبير للناس. أما نحب نتعرف عليك زادة كشخص ويعرفوك توينسا، بما أنك أول مرة في تونس، شكون دكتور أحمد عمارة؟ وسريعا كده، أنا من فضل ربنا، ربنا كان من ضمن النعم اللي أنعم عليا أن والدي كان دكتور علم النفس، ولا زال أحد دكاترة علم النفس في مصر، وكان مربينا على الأساليب النفسية الصحيحة في التربية، وبالتالي الواحد طلع مستفيد جدا. يمكن دخولي علم النفس كان له قصة لذيذة كده. كنا في السعودية، وكنت جايب، كنت علمي أساسا مش أدبي، وفي السعودية ما كان مسموح أن أي حد غير سعودي يدخل كلية عملية. فاضطررت آسفا آميها أن أنا أدخل علم نفس، أداب علم نفس. كنت ساعتها زعلان، إزاي أنا أكون علمي وأدخل كلية أدبية؟ ولكن كان ترتيب رباني سبحان الله، أن الإنسان أو أن أنا أستفيد من علم النفس في أني أغير حياتي وأحاول قدر الإمكان، لأن أنا حصل لي مشاكل في حياتي لم تنتهي إلا لما فهمت وطبقت اللي احنا درسناه. وكمان كانت دراستي أزهر، لأن جدي أحد علماء الأزهر، ودرست أزهر من ابتدائي وإعدادي وهكذا، وبالتالي كمان المعلومات الدينية اللي الواحد كان عارفها بالإضافة المعلومات النفسية، فالميكس ده هو اللي خلى أو هو اللي خلاني، أو أنا شايف أن ده كان أحد أهم الأسباب اللي خلتني أرى الدنيا بمنظور اللي ربنا سبحانه وتعالى عاوز كل الناس يبقى عليه، إن هو يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. مفيش داعي ليه الناس شايفين الدنيا فيها صعوبة أو فيها مشقة أو إلى آخره، مع أن كل الكلام أو كل الأحاديث الدينية بتتكلم على أن الحياة سهلة وليست صعبة، احنا اللي بنخليها صعبه. سؤال هنا تطرح، معناها لقيت روحك بالزهر نجم نقول، ولا صدفه في علم النفس، لكن هناك عديد من الاخصائيين النفسيين. كيفاش احمد عمارة واصبح نجم، ولا يتعدى على القنوات وياثر في الناس، عنده تاثير كبير في مصر وفي العالم العربي؟ هو من فضل ربنا كان دراستي علمي، هو علم النفس في مصر يدرس للقسم الادبي، وهو المفروض ان هو اساسا، يعني يمكن بحاول اعمل نداء لبعض الشباب اليومين دول، حاولوا تدرسوا علمي الاول ودرسوا علم نفس، لان علم نفس الفتره دي والفتره الجايه بدا يدخل في الذره والنواه، وازاي التفكير بتاع الانسان بيؤثر في الماده. يعني الابحاث كلها بتتكلم كيف يسيطر العقل على الماده الفتره الجايه. وبالتالي لما انا كنت مع زمايلي في الجامعه، كنت حاسس ان انا، يعني عشان بس حتى شباب ادبي ما يزعلوش، معظم شباب أدبي بيحفظ كتير، مش واخد على التمارين العملية. القسم العلمي بيخلي الواحد يدرس كيمياء وأحياء وفيزياء، فالجانب العلمي عنده بيكون نشط أكتر بكتير من الجانب الأدبي عند الشخص. فأنا شايف أن دي أحد الحاجات المهمة اللي خلتني أفهم كويس قوي ما وراء المعلومات اللي بتقال في علم النفس، بالإضافة لأن أنا كنت بطبق ده في حياتي. ثانيا، ودي حتى يمكن ما قلتهاش كتير، في يوم كنت جالس مع احد اصدقائي، يمكن افكر اليوم ده كويس قوي، فقال لي يعني انت اخرتها هتبقى ايه؟ يعني يا اما مرشد طلابي في مدرسه، يا اما كذا. ايه علم النفس يا عم اللي انت دخلته ده؟ فيوميها انا اتنرفزت، قلت له كده، طب ايه رايك بان انا هغير سمعه علم النفس في مصر؟ قال لي يا سلام، انت هتغير سمعه علم النفس. فاخدتها تحدي يوميها، يمكن انا ما اعلنتش ده قبل كده، فاخدتها تحدي ان انا، معظم الناس فاكره ان علم النفس ده حاجه لازم يكون الشخص مريض او مجنون عشان يتعامل مع حد نفسي. انا حاولت اظهر في التلفزيون بصوره ان يا جماعه علم النفس ده ازاي تخلي حياتك سعيده، ويوميها اخذت شعار او رسالتي في الحياه ارشاد الناس للوصول لاقصى درجات السعاده والنجاح والاستمتاع بالحياه. وخليني اقول لك معلومه مهمه، وانا صغير
جدي كان دايما بيقول لي انا عاوزك تفيد الناس، فكنت دايما وانا صغير بدعي يا رب يسر لي اسعاد عبادك الفقراء والمساكين. وانا طفل كنت بدعي الدعاء ده، ويمكن عشان كده حصلت المفارقه بتاعت علمي وادبي وهذه الترتيبه اللي حصلت، فهي مش صدفه ولكن لاني كنت بدعيها ايام زمان وانا مش واخد بالي فتم ترتيبها بالطريقه دي. طموح الانسان انه يكون سعيد، ما هي السعاده بالنسبه للدكتور احمد عمر؟ السعاده انك تحس بانك في كامل الرضا والراحه النفسيه والسلام الداخلي في اي وضع وتحت اي ظرف. انت طموحك ورسالتك انك تسعد الناس لاقصى درجه، هل وصلت باش تسعد نفسك لاقصى درجه؟ الحمد لله انا يمكن شايف نفسي عايش في الجنه على الارض من فضل ربنا سبحانه وتعالى، ودايما يمكن كل فتره على الفيسبوك بقول يا شباب والله لو فهمتوا قد ايه ربنا هو يريد لنا أن نكون في قمة السعادة. يمكن في كلمة رائعة جدا للإمام ابن القيم بيقول المؤمن الفطن هو الذي يكون سعيدا في الدنيا سعيدا في الآخرة، والمؤمن غير الفطن هو الذي يكون تعيسا في الدنيا سعيدا في الآخرة. فإحنا لازم نكون سعداء مستمتعين مهما كان، وبالعكس لازم نقول للناس كده ونتحدث عن هذه النعمة عشان ربنا يزيدها دايما. أنا ليه تصور أن كلمة الجنة في الدين معناها الاستمتاع جدا في الحياة إلى أن ندخل الجنة إن شاء الله. الأشياء هذه الكل كي نشوفوها في التلفزة كي نسمعوها في الإذاعات تجي مع عند دكتور إخصائي نفساني، معناها نحسوها اللي هي أشياء نظرية، وانت حاولت باش تطبق الاشياء عبر التنميه البشريه عبر التدريب، يعني تعديت من مرحله اخصائي نفساني يتحدث للناس في تدريب الناس وتطوير قدرات نتاعهم للوصول للسعاده للوصول للنجاح في الحياه. كيف وصلت الى التنميه البشريه؟ كيف وصلت الى التدريب؟ وصلت للتدريب لما انا نفسي حصل لي مشكله، ان انا كنت وانا ايام الماجستير كان في حصل تاخير كده ولخبطه في الجامعه، وكان في بعض الصراعات كده الداخليه داخل الجامعه، فتم تاخير الماجستير بتاعي حوالي 6 سنين. في الفتره دي قررت ان انا اعمل مشروع، وبيني وبينك قررت ان انا اسيب الجامعه خالص، قلت بلا جامعه بلا علم نفس بلا كلام فاضي، وتركت الجامعة شوية حوالي سنة ونص سنتين، واتجهت لعالم الميديا والإخراج، درست خدعة سينمائية واشتغلت في هذا المجال يعني. وكان عندي حلم ساعتها أن أنا أعمل شركة إنتاج، فقررت أدخل مشروع عشان يبقى معايا فلوس كويسة أقدر أعمل بيها شركة إنتاج. فدخلت طبعا مش فاهم، كان عندنا بعض القناعات السلبية اللي الناس بيقولوها في الحوارات العادية، ابدأ كبير تفضل كبير، فأنا قلت أبدأ كبير، فكل الفلوس اللي عندي وأخدت من صديقي من أصدقائي ومن أقاربي ومن ودخلت في مشروع. حصلت مشكلة كبيرة وحصلت زي نصبايا كده، وفجأة فوجئت ان الدنيا كلها بتبوظ، بدل ما الواحد بقى معاه فلوس بقى عليه ديون وناس رفعت قواضي والدنيا لخبطت خالص. في اللحظة دي يمكن قعدت حوالي 6 شهور في قمة التدمير النفسي، لم يخرجني من هذه الحالة إلا علم النفس. فساعتها أدركت قيمة علم النفس قوي عمليا، فيمكن ودي ميزة من ربنا أن كل حرف أنا بقوله في أي حلقة أو في أي تدريب أنا عشته بكل تفاصيله السلبية لغاية ما انتقل معايا. يمكن حتى دي حاجة بقولها بعملها دايما خاصة في تدريبات، بوري للشباب في يوم الأيام من كتر الضغط النفسي اللي كان عندي فجأة أصبح ما في مكان في وشي سليم، حبوب وحاجات حمراء بسبب تأثير نفسي اللي حصل أيام المشكلة. فكنت بعمل التدريبات وبقول أنا بإذن الله في يوم الأيام هكون مشهور والناس كلها عارفاني، وهبدأ أحكي لهم قد إيه كان عندي لخبطة والدنيا كانت مقفلة وربنا فتحها عليا لدرجة أن أنا كنت الدنيا باظت عندي. فوانا في أثناء المشكلة قلت طيب أنا كده وأنا بحكي لهم ما لازم أبقى معايا دليل، فقمت جبت الكاميرا وصورت نفسي في المشكله بوشي كان قد ايه في مشاكل وكان في حبوب كتير والدنيا كانت ملخبطه خالص، وبعرضها عليهم اثناء الكورس بقول لهم شوفوا هي دي الصوره اللي وانا بصورها كنت متاكد وواثق وبعمل التمارين ان انا في يوم من الايام هيبقى قدامي جمهور وهحكي لهم القصه وهوريهم الصوره، وبتحصل في الواقع الحمد لله. مش نحكيه على هدف، مش نحكيه على الرساله، مش نحكيه زيادة على برشا اشياء، لكن حبنا نعلمك زيادة دكتور لبرشا توينسا يستنوا فيك، برشا توينسا يتابعوا فيك على روتانا مصريه على العديد من القنوات. ومعنا توا مروه الطيف، مرحبا بك يا مروه. مرحبا بك. شنو حوالك يا لالا؟ مرحبا بك على شمس اف ام. دكتور احمد عمارة اللي كنتي تو تنجم تقول معاه وتحكي معاه اللي تحب. دكتور احمد يا اهلا بك يا استاذه مروه، اهلا بك. مرحبا بك دكتور احمد، راني انا فرحانه اليوم برشا ياسر اللي نحكي معاك،
متابعك عندي، متابعك حتى في عز الشباب. يعيشك رب. بصي انا مش فاهم بس يعيشك. قلت لك انا فرحانه. ايوه هحاول اكلمك بالمصري. الله يخليك. انا بتابعك دايما على عز الشباب، خاصه في برنامج عز الشباب بتابعك مع الدكتور عز تبعوه دايما. أيوة. اتابعك جدا. ربنا يوفقك يا رب ان شاء الله. جدا انك انت حقيقي ساعدتني جدا في حياتي. انا قصتي قريبه جدا من قصتك حقيقي. هقول لك ده يعني انا السنه دي انا ممتازه في دراستي. انا طالبه ادرس بيولوجيا جيولوجيا. كويس. انا ممتازه مده الليسانس بتاعي دايما ممتازه، يعني دايما اجي الاولى الثانيه على الصف يعني. لكن السنه دي في الماجستير لم انجح يعني. انا بتابعك دايما. حسيتي بايه ساعتها لما حصل لك كده؟ حسيتي بايه وقررتي تعملي ايه؟ حسيت باحباط كبير حقيقه. حسيت باحباط كبير. وبعد دايما وبعد الاحباط عملتي ايه؟ ايوه انا اقول دايما اني انا انسانه قويه، انا قادره اني اتحطى المشكله هذه واني اقوم يعني على رجلي. طيب مروه اهم. أيوة. اهم حاجه، مين السبب في اللخبطه اللي حصلت دي؟ اللخبطة هي انه الدراسة انا عاملة علوم الطبيعة يعني. مين السبب؟ لكن ايوه هقولك. افهميني اقصد ايه مين السبب، انت ولا حد تاني؟ لا انا أيوة. عاملة مجهودي اقصى يعني مجهود، لكن في نفسي اقتناع اني من اول اني ادخل الماجستير هذي اني خايفة منها يعني. أيوة. فما احساس اني وجود فشل، لكن التفكير مثل انت ما تقول دايما التفكير السلبي، انا لو فكرت يعني اني حنجح كنت نجح، انا متاكده من ذلك. لكن الحمد لله يعني ربنا يا رب يوفقك وان شاء الله تستفيدي من اللخبطه اللي حصلت دي في انك تستفيدي خبرات اكثر. انا دايما متابعتك انا دلوقتي يعني بعد ما فشلت السنه دي انا قررت اني يعني حغير يعني الماجستير، حاخد ماجستير جيولوجيا اني درستها يعني اكثر يعني، وانا قاعده ادرس كتب جدا وححاول يعني اني. ربنا يوفقك يا رب. ودايما احد دكتور احمد اخذ عبارتك الكلمه اللي بتقول الطفل الصغير دايما يعني من الاول لو تقول له مش قادرين الان عنده. صح. شكرا لك يا مروه، بارك الله فيك، يعطيك صحه. الوقت يداهمنا، هاوكا تنعلموك وين باش يكون دكتور احمد وشنو هي الدورات اللي باش يعطيهم مع الكوتشينغ لايف سنتر، باش تعرف وين تقابلوا وتشوفوا اون لايف بما انك تتفرج فيه في التلفزه. شكرا لك يا مروه، بارك الله فيك، ان شاء الله ليلتك زينه. انتم مازلت نجموا تعملوا كيما مروه، تكلمونا على 71 16 70 70. عاود نذكركم اللي يضيفنا دكتور احمد عمار الاول مره في تونس، شرفنا. شكرا لك مره اخرى على قبول الدعوه. بعد شويه نحكيوا على الطاقه الحيويه، نحكيوا على الكاريزما، نحكيوا على لوا داتراكسيون اللي عرفوها هنا في تونس بالفرنسيه اللي هي قانون الجذب وبرشا اشياء اخرين. نرجع معك دكتور احمد عمار، اخصائي نفساني مختص في الطاقه الحيويه، زاد معنا بعد شويه خوله تعرفوا عليها اللي هي مديره الكوتشينغ لايف سنتر اللي هي منظمه الدورات التدريبيه، تعطيكم المواعيد لمغروم باش يتبع الدكتور احمد عمار. دكتور اخصائي في الطاقه الحيويه، ما هي الطاقه الحيويه؟ الطاقه الحيويه هي الطاقه اللي خارجه من جسم الانسان اللي فيها او منها بنقدر نعرف اذا كان هذا الشخص في حاله صحيه بدنية جيدة أو لا، أو في حالة صحية نفسية جيدة أو لا. هذه الطاقة من ضمن المعلومات عنها إن هي المسؤولة أيضا أو السبب الرئيسي في إن الأحداث اللي بتحصل حوالين الإنسان إما تكون إيجابية أو سلبية. وبالتالي يعني هدي مثال بسيط، مثلا أي إنسان بحسب نوعية إحساسه المستمر طول الوقت الطاقة بتاعته بتتغير. يعني لو إنسان على طول في حالة زعل أو في حالة حزن أو في حالة ألم أو ضيق نفسي، ده بيخزن طاقات سلبية كتير في الجسم. هذه الطاقة يعني لها ويفز كده، زي يعني يمكن الأبحاث كل يوم بتتطور دلوقتي عشان تصور الهالة اللي طالعة من جسم الإنسان أو الطاقة اللي طالعة منه. الطاقة دي إذا كانت سلبية واستمرت فترة طويلة في الجسم تؤدي إلى أمراض عضوية. هي بتبدأ الأول عن طريق الإحساس، الإحساس هو اللي بيبين نوعية الطاقة. إذا استمر الإحساس بيكون في منطقة البطن تقريبا ومنطقة الصدر، بتبدأ هذه الطاقة تتوغل، هي غير مرئية لأنها في بعد تاني، ولكن تأثيرها
قوي جدا على الجسم، إذا استمرت بتؤدي إلى أمراض نفس جسمية بنسميها بالإنجليزي سايكوسوماتيك. العلاج بقى أو علاج الحالات النفسية بالطاقة الحيوية، إن إحنا لما يكون إنسان مكتئب أو متضايق، ميزتها أنها في حالة سريعة بنقدر نسحب كل الطاقة السلبية المتراكمة طول سنين حياته، يمكن في 7-8 جلسات بالكتير. لكن لو كانت ليها أمراض عضوية ممكن تاخد وقت أطول شوية. والميزة كمان إن العلاج بالطاقة إن أنا بعد ما أسحب الطاقة السلبية الجسم بيرجع لحالته الستاندرد، وبالتالي هي تساعد في علاج وشفاء معظم الأمراض إن لم يكن كل الأمراض، لأن هي بتخلي الجسم يرجع للستاندرد حتى لو كان ايه اللي حاصل بتسرع. وبتفيد كمان لما يكون في علاج طبي او علاج دوائي، يعني مثلا لما يكون في جروح او في كسور او اي مشكله في الجسم بتسرع جدا من سرعه التشافي، قد تكون اكثر من يعني الضعف او ثلاث اضعاف في السرعه. فالانسان لما يكون حالته النفسيه سيئه والشخص المعالج عنده علم بالطاقه بيسرع قوي، يعني ممكن من جلسه واحده لو حد مكتئب بنسحب الطاقه السلبيه المسببه للاكتئاب وبنشحن طاقه تانية اللي هي طاقه الراحه، بيحس بتغيير في خلال نص ساعه بالكثير بعد الجلسه. وبنديله تدريبات بقى ازاي يحاول منع هذه الطاقه السلبيه من التفاقم في الجسم. وعشان بس المستمعين يكونوا منتبهين، هي بتتفاقم في الجسم بكتم الانفعال، يعني لما يكون إنسان مخنوق أو متضايق أو زعلان أو بيفكر تفكير سلبي ويكتم داخل جسمه من غير ما ينفس، إما بالبكاء أو أنه بأحد وسائل التنفيذ زي الرياضة أو الغسل أو الوضوء أو المية أو كده، تكرار كتم هذه الطاقة بيؤدي إلى أمراض كتير في الجسم. واضح. سؤال هنا، بعض الأشياء ريتها على الانترنت نحب نثبتها معانك بما أنك أنت مختص في الأشياء هذية. يقولوا اللي بعد ديني هنا الوسوسة متاع الشيطان هي نوع من الطاقة، هل هذا صحيح ولا لا؟ هل يعني فما حلول للبعد على الوساوس متاع الشيطان ولا الهواجس ولا الهلوسة متاع الإنسان اللي في حالة قلق؟ هو مبدئيا كل شيء في الدنيا عبارة عن طاقة، يعني أي شيء ولو صغير جدا هو عبارة عن طاقة متمثلة في شكل المادي ده. يعني احنا عندنا معلومة بنقولها من زمان ان الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم ولكنها تتشكل من حالة الى اخرى. هذا اينشتاين. ايوة. فاحد اشكال هذه الطاقة هي الفكرة. الفكرة اللي بتيجي الوسواسية للشخص هي فكرة طاقتها سلبية بسيطة، بتستمد طاقتها من رفض الانسان الفكرة. اي انسان بيجي له فكرة لو رفضها بتقوى بيشحن هذه الفكرة بطاقة سلبية أكتر، وبالتالي تستمر في مهاجمة الشخص. إحنا عندنا في الدين الشرع قال إن هذه الأفكار هي وسوسة من الشيطان. العلم بيقول إن في طاقات بوزيتيف وطاقات نيجاتيف، إيجابية وسلبية. الطاقة الإيجابية بتجذب مثيلتها، وبالتالي الأفكار اللي بتيجي مع الشخص الإيجابي يكون أفكار إيجابية، والطاقة السلبية بتجذب مثيلتها، الأفكار اللي بتيجي مع الشخص السلبي بتكون أفكار سلبية. وأنا من وجهة نظري شايف إن الملائكة والشيطان يرمز إلى الطاقة الإيجابية والطاقة السلبية. فالإنسان في البداية بتكون طاقة سلبية جاية من الشيطان، لو هو لم يتعامل معها تعامل صحيح العقل الباطن بيخزنها وبتفضل تتردد داخل النفس، بتتحول إلى مشكلة نفسية بقى مش مشكلة شيطان. إزاي العقل بقى يتدرب عليها عشان يتلافاها؟ يبقى أول حاجة عشان الأفكار السلبية أقدر أخليها تنسف أن لا أرفضها. كل ما رفضتها بشدة كل ما زاد تأثير. يعني مثلا أحيانا تيجي فكرة سلبية بسبب الذات الإلهية، أو إن أنا كده الصلاة بتاعتي مش هتنفع، أو إن أنا شكلي هدخل النار أو الموت أو العذاب أو كده، طول ما أنا رافض ولا وإزاي وعاوز أشرح رجيم ومخضوض والآن، كل ما الطاقة بقت أقوى وبالتالي الفكرة أصبحت أكثر قوة. لو أحيانا برضو الأفكار اللي هي من ضمن الأفكار الأكثر قوة اللي بتيجي للإنسان، الأفكار اللي فيها خوف أو فوبيا، إن أم مثلا جالسة في البيت وابنها متأخر تخاف لا يحصل له حادثة أو تخاف لا يموت، خوفها ورفضها من الموت ده بيقوي الفكرة. عشان كده العلاج الحاسم للفكرة القوية إن أنا أحيد المشاعر، أقول خلاص حتى لو حصل إيه المشكلة، قدر الله ما شاء فعل. بمجرد ما أحيد مشاعري تجاه الفكرة بتنسف وتبدأ تلاشى، كل ما أنا رفضها وكل ما بقت قوية وازدادت في الهجوم أكتر وأكتر. هنا نحاول نستفيدوا من تجربتك ومن التدريبات. قلت لازم يكون محايد، ونكون محايد بالنسبة للفكرة هذه. كيف أكون محايد بالنسبة للفكرة كيف؟ هذا أيوة. كيف أكون محايد؟ إن أنا أتعلم ثقافة قبول الحال على ما هو عليه. الإنسان لما يكون، أنا مثلا لو شخص عنده حالة رفض للفقر مثلا، حالة الرفض دي
معناها علميا أنت مركز على حالة الرفض وبتطلع طاقة سلبية كتير. الطاقة دي هتغذي حالة الفقر وهتخليها استمر. أول ما أحيد وأقول خلاص أنا فقير، إيه المشكلة؟ دلوقتي حالتي مثلا المادية صفر أو بالسالب حتى لو عليا ديون ولا أي مشكلة خالص، أنا هتعامل من هذا المنطلق، هعتبر نفسي في ليفل، في جيم، لعبة، واللعبة دي من شروطها أن أنا أدخل رصيدي المالي بالسالب. أنا بقى ذكي وعندي أدوات ربنا مديها لي، هحاول من الموقف ده أبقى غني ومعايا فلوس، فأكون محايد أثناء سعي للوصول للمال. لو أنا فضلت متضايق أقول إزاي معيش فلوس وما عنديش مثلا كذا وكذا وكذا، حالة الرفض أولا هتحبط الإنسان، ثانيا بتقلل عزمته والدافع الداخلي اللي جواه، ثالثا زي ما اتفقنا بتشحن الحالة اللي انت عليها سلبيا. عشان كده دايما بنقول احذر أن تصف ما أنت فيه، لأن مجرد وصفك لما أنت فيه بحالة نفسية سيئة أو سلبية بيزداد ويكثر، ولكن صف وتحدث عن ما تريد الوصول إليه. واضح، تحكي على الغناء، تحكي على الفقر، هو غناء الغناء الله كما تقول هو في مصر. لكن السؤال هنا، سمعتك تحكي في بعض البرامج التلفزية على أنه الإنسان، ونحيي وهنا الناس بطبيعة الحال، الدنيا هذه درجات، كل إنسان كيفاش، فما إنسان ظروفه المادية صعيبة وفما ناس عندها ظروف مادية واسعة وهيلة برشا وحياة طيبة. لكن السؤال هنا، سمعتك تحكي على شيء يمكن يربك الناس ولا يخيفهم ولا يحسوك تنظر لهم بنظرة هكا صعيبة شوي، يعني قلت انه الانسان الفقير هو اللي معناها تسبب في الفقر متاعه، والانسان الغني هو الانسان اللي يطمح باش يكون غني، لكن يمكن الظروف زاده متاع الحياه هي اللي ما ساعدتش الانسان هذا يتحسن حاله المادي. حلو، ده كلام رائع. خليني ازيدك كمان كلمه تانية، ان من وجهه نظري طبعا، وطبعا للجميع الحق في ان يقبل او يرفض، يعني انا شايف ان ربنا سبحانه وتعالى كمان سيحاسب الشخص الفقير على فقره. يعني يوم القيامة الشخص الفقير ولا الشخص المريض ربنا هيحاسبه، هيقول له ليه انت كنت فقير وليه انت كنت مريض، لان انا انزلت لك معلومات وهديت لك علم وقلت لك اسأل اهل الذكر ان كنت لا تعلم، وانت لم تأخذ بهذه المعلومات. اللي بيحصل ان احنا كل اللي بيحصل لنا في الحياة بسببنا، عشان كده ربنا قالها في القرآن بمنتهى الوضوح، ما اصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. أي سيئة تصيبك، أول ما تقول أنا السبب، علميا علماء النفس بيقولوا بمجرد ما تقول أنا السبب، عقلك الباطن بيبدأ يشتغل ويبحث عن الحلول أو الأفكار الإلهامية اللي تخرجك مما أنت فيه. لكن لو أنت رميت السبب على حد تاني، الوالد أو الظروف أو الحكومة أو البلد، معناها علميا أن أنا هفضل كده في هذه الحالة إلى أن تتغير الظروف. وبالتالي لو جبنا شخصين الاتنين في حالة فقر، أول واحد منهم قال أنا السبب في حالة الفقر دي ولازم أعمل كل اللي علي، وأنا مصدق كلام سيدنا محمد حينما قال لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم، يعني دي كلمة لو لرزقكم، جواب الشرط، يعني لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم، أنا مصدق كلام نبيي وبالتالي هتوكل على الله ولا بد أن يرزقني بإذن الرحمن. ده أيا كان الظرف اللي هو فيه ربنا هيرزقه. ويا ما سمعنا آلاف الحكايات، شخص كان فقير من عائلة فقيرة في وسط فقير، أخذ بهذه الأسباب وأصبح من الأغنياء. الشخص الآخر بيقول ما فيش فرص، الدنيا ظروف، الظروف صعبة، هو كده علميا إدى للظروف قوة وأصبح شايف نفسه أضعف، وبالتالي لا يمكن يصبح حاله إيجابي إلا لما يغير ما في نفسه. والآية بتقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم. أنتك هذا تفسير متاعك، حتى الكلام يمكن ينظروا له العباد طريقة صادمة ويجحهم بما أنهم يعيشوا في ظروف صعبة، لكن هذا التفسير العلمي والتفسير الديني. أنا هقول لك حاجة، مش أنا قلت لك من شوية أن أنا كان عندي مشاكل في حياتي؟ والله صحيح. الذي لا إله إلا هو، أنا أول ما فهمت ووعيت أن أنا السبب، دي كانت أسعد لحظة في حياتي. ليه؟ طالما أنا السبب إذن مفيش مخلوق مع المفتاح إلا أنا، وبالتالي طالما أنا السبب في اللي حصل لي ده، إذن لو أنا تغيرت كل اللي حواليا هيتغير. لو كان بابا السبب، لو كان الظروف السبب، لو كان الرئيس السبب، لو كان الدولة السبب، كان عمري ما هتغير، كنت هستنى لما هم يسمحوا لي. وبالتالي من أعظم النعم اللي ربنا مديها لنا إن أنا السبب.
كل انسان دلوقتي لو قال يعني احنا عندنا في الدين بيقول الدين علمنا ان الانسان لما يكون في مصيبه بيدعي دعاء كلنا حافظينه، الدعاء ده بيخرج من المصايب، دعاء سيدنا يونس. الدعاء بيقول ايه؟ لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. انا لا قلت ربنا افرجها عليا ويا رب اغنني، انا باقر واعترف يا رب انا السبب. بس انا ظلمت نفسي معنى. ايوه انا ظلمت نفسي. لما انا اكون مدرك وواعي ان انا عملت ده ربنا سيلهمني الحل للخروج من اللي انا فيه. واحنا ان شاء الله نلقاو برشا حلول. فما ثريا زاده قاعده تحب تقول لك برشا اشياء، تحب تطلب منك زاده بعض النصايح باش تعاونها باش تتطور في حياتها. ثريا مرحبا بيك. وهي عسلامة. مرحبا بك يا للا، شكرا لك اللي انت معنا على المباشر على شمس فهم. معك فارس وضيفنا اليوم دكتور احمد عمار، اكيد كلمتنا تحب تتحدث معاه. تفضل الخط ليك للا. اكيد. ازيك يا دكتور؟ يا اهلا بيك، ايه الاخبار؟ انا هتكلم بالمصري شويه. أيوة معلش. ايوه كده، الله يخليك عشان بقى. ايه ما... جديد في تونس. أيوة. جديد في تونس. بس انا اوعدك يعني ان شاء الله يعني قريب جدا هاخد كورس تونسي قريب. هنعلمك متفكره يعني ان شاء الله باذن الله. انا هتكلم عشان عاوزك يعني ان شاء الله لو ممكن تجاوبني على سؤالين مهمين. بس قبل ده انا عاوز اقول لك حاجه، ان انا معجبه بيك جدا وبرحب بيك جدا جدا في تونس. وانا سعيده قوي قوي والحمد لله ان في قمه السعاده زي ما حضرتك بتقول ان انت عندنا في تونس. والحمد لله الحمد لله يعني ولا انتقاكم لا ازدناكم عشان تجينا كتير بقى في تونس. ان شاء الله باذن الله. انا بتابع كل حاجه عشان يعني كل حلقاتك كل مقالاتك على الفيسبوك عشان بتفيدني جدا في حياتي، عشان انا مريت بظروف شويه صعبه زي تقريبا بتشبه ظروفك يعني. كنت شاطره جدا في الجامعه في دراستي، بس حصل موقف معايا ان هو ايه مش لاقيه فرصتي في الحياه العمليه. تقريبا زي معظم الشباب يمكن العربي في تونس، وانا هتكلم عن نفسي شويه، ان انا مش قادره الاقي فرصتي في العمل. انا عندي يمكن مهارات، عندي كواليفيكيشن كويسه، مستوى تعليمي لا باس به، بس مش قادره الاقي فرصتي في العمل ان انا احقق اهدافي وطموحي. عندي احلام كتير يا دكتور، عندي يعني احلام ماديه ومع معنوية مش يعني بكل صراحة عاوزة أحقق حاجات كتيرة، بس مش عارفة أعمل إيه. يعني أنا تقريبا وصلت زي ما قلت حضرتك في مرحلة يعني نفسية حاسة إن في يمكن الأبواب اتسدت شوية في وشي، مش عارفة أعمل إيه. طيب. مش لاقي الطريق السهل اللي هو إيه السهل عشان أحقق هدفي. أنا لو ممكن أستسمح حضرتك في حاجة، بس زي ما عملت تمرين لشريك الحياة، هل ممكن في تمرين عملي مثلا يكون في دعاء أو دعاء بالخيال أو حاجة تخليني مثلا أحسن من داخلي، أحسن من طموحي، يعني أحقق طموحي لو ممكن؟ حاضر أكيد إن شاء الله. إن شاء الله. والسؤال الثاني بس كده عن اليقين. أنا طبعا اتعلمت منك حاجات كتيرة جدا عن اليقين وعن الدعاء وعن كل حاجة الحمد لله، اتحسنت جدا نفسيا. بس إيه برضو حصل معايا موقف، يعني كل مرة أكون قريبة جدا من الهدف وكون على وشك أني أحققه فأفرح فأقول الحمد لله، بس تبوظ الحكاية في الآخر. يعني دقيقة كده وتبوظ. فايه بصراحه يعني في شويه اليقين كده. طيب اسالك سؤال مهم. اسالك سؤال. في بعض الناس عندهم قناعه ان انت لو فرحت هيجي لك مشكله، يعني تلاقي واحد لما يفرح يقول لك ايه خير اللهم اجعله خير يا ترى ايه اللي هيحصل، فيخاف من الفرحه. انت بتتبني هذه القناعه ولا ايه؟ هل هي زمان كانت عندي بس لما يبقى هي لسه موجوده. خلي بالك بقى، زمان كانت عندك فبالتالي كان هيبقى الدنيا صعبه جدا. طالما وصلتي لمرحله ال 90-95% والدنيا باظت في الاخر، اعرفي ان لسه في شويه حاجات بسيطه كده لو نسفتيها في العقل الباطن ان شاء الله هتلاقي كل حاجه بتتحقق بمنتهى السهوله. ايوه يا دكتور. ازاي بس قولي اعمل ايه؟ ازاي كده نصيحه حاضر. عشان انسب ده، عشان بجد عاوزه يعني هقول لك نصيحه حلوه ان شاء الله باذن الله. حاضر ان شاء الله. الحمد لله. وطبعا شكرا ويعني ان شاء الله تزورنا كتير. انا هكون ان شاء الله حاضر معاكم بكره ان شاء الله باذن الله. لحظة دكتورة، انا حاب نسألك ثريا تبارك الله، معناها متأكدة اللي انت تونسية معناها؟ تونسية 100%. خاطر المصري تبارك الله معناها مصرية 100%. تفضل الدكتور. انا تونسية 100% جست حب اللغات معناها وكل لهجة. طيب بصي يا ثريا، اولا اسمك احييك على اسمك، اسمك رائع يعني. ثريا ده احد النجوم المتلألئة في السماء، ويا رب تحققي اهدافك وتبقي من الثرايا اللي في تونس يا رب ان شاء الله باذن الله. الواحد دايما لما شوفي انت وصفتي الحالة اللي انت فيها وقلتي انا شايفة ان كل الابواب اللي قدامي مسدودة. أيوة. في معلومة مهمة جدا وهي تعتبر احد التعريف لعلم التنمية البشرية، هو علم توسيع الخيارات. يعني ايه توسيع الخيارات؟ يعني انا بقول
يعني من ما اقدرش اقول ان الابواب كلها مقفوله، اقول الابواب اللي انا عارفاها مقفوله، ولكن في ابواب كتير مفتوحه انا لسه مش عارفه هي ايه. بس مجرد وعيك بان لسه في ابواب تانية انت ما تعرفيهاش بيخلي العقل ينشط لمحاوله البحث عن هذه الابواب. والمفروض تعرفي ان حتى العلماء بيقولوا ان في دايما 256 ألف طريق للوصول لأي حاجة أنت عاوزاها، وفي 256 ألف خيار، ولكن إحنا مشكلتنا أن إحنا بنحدد هذه الخيارات في شيء أو اتنين أو تلاتة بس. وبالتالي لما تفهمي الحتة دي وتقولي دايما، يعني أنصحك أنك دايما تغمضي عينيكي كده وتفكري في الهدف اللي أنت عاوزاه أنك وصلتي له ومحققاه بمنتهى السعادة والراحة، وقولي دعائين مهمين جدا. أول دعاء: اللهم اهديني الصراط المستقيم للوصول لهذا الهدف. تاني دعاء: وعسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. وعرفي أن الدنيا عاملة زي المتاهة، عارفة اللعبة بتاعت زمان اللي عاملة زي المتاهة دي، أن احنا بنحط خط كده تلاقي حتة مسدودة تدخلي يمين أو شمال. لما الدنيا تلاقي نفسك وانت في طريقك للهدف في حاجة وقفت، اعرفي أن الطريق اللي انت ماشية فيه هو اللي غلط، الوسيلة هي اللي غلط. اقفي مع نفسك تاني، ركزي على الهدف وقولي ايه الوسيلة السهلة اللي ممكن تحقق لي هذا الهدف. هحكي لك قصة صغيرة جدا. كان في مرة احد الناس البسطاء كان عنده ديون لاحد التجار الكبار في دولة ما. فالتاجر كان بيبص على بنت هذا الفقير، كان بنت جميلة وكان بيطمع انه يتجوزها يعني. فجمع الناس في القرية وقال لهم ايه، قال لهم انا هاخد حصاتين، حصى بيضاء وحصى سوداء، لو الأب اللي هو الفقير طلع من الكيس الحصى البيضاء أنا هتنازل عن الديون، لو طلع الحصى السوداء أنا هتجوز البنت وهخليه يديني كل ديوني، لازم يسددها يعني. تمام. وبسرعة كده وقف على الأرض، طلع حصاتين سوداوي، اتنين لهم اسود، وحطوهم في الكيس. محدش في الناس اللي واقفين شافوا ما عدا البنت. البنت هي اللي شافت. شافت ايه؟ شافته اخد حصاتين الاتنين لهم اسود، يعني اي حصاه هي هتطلعها هيتجوزها غصب عنها. كويس. ده موقف لو احنا بصينا له موقف سلبي، كل الابواب مسدودة صح، ولكن لانها بتفكر تفكير ابتكاري، عارفة عملت ايه؟ قالت خلاص، لو انا قلت يا جماعة الراجل ده واخد اتنين حصاة سوداء ممكن افضحه وبالتالي يعمل مشكلة في ابويا والموضوع يكبر اكتر، فانا لازم الاقي حل ابتكاري. عملت ايه؟ مدت ايديها داخل الكيس، طلعت حصاة، واول ما ايديها خرجت من الكيس عملت نفسها بتقع والحصاة وقعت من ايديها. كويس. وقالت قالت لكل الناس اللي موجودة: طيب انا مش عارفة الحصاة اللي انا اخدتها لونها ايه، شوف الحصاة اللي عنده واكيد انا اخدت عكسها. فلما فتح الكيس عنده لقوها سوداء، قالت لهم خلاص يبقى انا خدت البيضة، وبالتالي سلمت من الموضوع لما فكرت في حل ابتكاري ونسيت الحلول السوداء اللي كانت موجودة قدامها. دكتور احمد عمارة، شكرا لك مرة اخرى على قبول الدعوة. انت على شمس فام، الجمهور التونسي يسمع فيك وجماهيرك كثيرة جدا في العالم العربي هذا اكيد. نحكيه على دورة من الدورات اللي انت مختص فيها، قانون الجذب بالنسبة للعبيد، خاطر احنا الثقافة فرنسية اكثر منها عربية، يعني لا لوا داتراكسيون. شنو هالقانون بتاع الجذب؟ هو لازم نكون عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى خلق الكون كله بقانون. كل شيء في الكون له قانون محكم، مفيش ذرة على وجه الارض تحيد عنه. يعني حتى ربنا بيقول في القرآن: وما تسقط من ورقة الا يعلمها، ولا حبة في ظلمات البر والبحر، ولا رطب ولا يابس الا في كتاب. فدايما نبقى فاهمين وواعيين ان اي شيء بيحصل له سبب. سبب يعني قانون تحقق وبناء عليه حصل هذا الموضوع. وحتى في سورة الكهف ربنا بيقول: وأتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. إيه السبب اللي بيخلي شخص ما يحصل له دايما مشاكل في حياته، أو تلاقي الدنيا فيها صعوبات؟ وإيه اللي بيخلي شخص آخر حياته كلها سهلة والدنيا كلها ماشية كويس؟ الشخص اللي على الشمال ده أو التاني بيعمل حاجات معينة، والأولاني بيعمل حاجات عكسها بتؤدي إلى جذب كل شيء سلبي في حياته. فالعلماء اكتشفوا، او هو موجود من زمان ولكن هم اعادوا اكتشافه وتسميته بمسمى الجذب والسر والكلام ده، ان الانسان بحسب مشاعره والطاقة اللي طالعة منه، لو كانت طاقة ايجابية كل شيء في الكون له طاقة، يبقى هيجذب زي المغناطيس كل ما هو من نفس درجة الطاقة اللي عندك.
وبالتالي لو كانت طاقة سلبية جدا هتجذب أحداث سلبية جدا، ولو كانت طاقة متوسطة هتجذب أحداث متوسطة، ولو كانت طاقة إيجابية جدا هتجذب أحداث إيجابية جدا. وبالتالي لما الإنسان بيفهم هذا القانون ويدركه يستطيع أن هو أي هدف هو عاوز يحققه في حياته أيا كان هذا الهدف أن يصل له بمنتهى السهولة عن طريق جذبه ببعض التمارين وتدريبات والأسباب اللي ربنا حطتها في الكون تسهل عليه حياته وتيسرها. نمشي لبعض الأمثلة التطبيقية، معنى يعطينا أمثلة متاع أشخاص يمكن ولا حتى أشياء عشتهم أنت، كيفاش نجموا نعيشوا الأشياء كويس. مثلا من ضمن الأمثلة أن بعض الناس أو بعض الشباب، ودي شائعة في معظم الدول النامية، يعني عنده قناعة أو فكرة أن الدولة لا يمكن ألاقي فيها وظيفة محترمة إلا ما يكون في عندي واسطة، أو إحنا بنسميها فيتامين واو أو بنسميها كوسة وكده يعني. فالشخص اللي عنده اقتناع أن أنا البلد بتاعتي لازم بواسطة، الطاقة اللي طالعة منه طاقة واسطة، إنجاز التعبير يعني، ليها قيمة وليها درجة. أول أو كل ما يقدم في أي وظيفة أو أي شغلانة لازم هيكون الشغلانة دي لا يمكن يقبل فيها إلا بواسطة. لو شخص تاني قال لأ، يعني إيه واسطة، إن شاء الله أنا مؤمن بقدراتي وواثق إن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيبقى معايا وهو اللي هينصرني، فأنا أكيد إن شاء الله هشد حيلي وهقدر أشتغل، اللي هيحصل ده هيلاقي فرص وهيتقدم في شغله أكتر بكتير، والتاني سيظل في هذا الموضوع. برضو مثال تاني منتشر جدا في العالم العربي، القناعة اللي بتقول يم أمنا للرجال يم أمنا للمية في الغربال، أو الجواز زي القفص والجواز ده جحيم، أو السجن الزوجية أو عش الزوجية، كأن في إيحاء أن أنا هكون في سجن أو في عش. البنت أو الشخص المعتقد أن السيدات أو النساء سلبيات أو وحشين أو طاقتهم سلبية أو أفكارهم سلبية، أو الأنثى اللي فاكرة أن كل الرجالة خاينين أو كل الرجالة مش مؤتمنين، هذه القناعة لها طاقة هتخلي كل الرجال اللي حواليها سلبيين، وبالتالي هتلاقي كل اللي حواليها، أو لو تجوزت أو قابلت حد أو شافت صديقاتها أو سمعت أخبار أو حتى لو بتقلب في التلفزيون لن تقع إلا على الأفكار أو الحوادث السلبية، فهي اللي بتجذب ده لحياتها. وبالتالي طريقة تفكيرك وقناعتك، مش إحنا بنقول القناعة عبارة عن إيه؟ عبارة عن ظن أو فكرة. فالظن ده ربنا قال لنا في الدين أنا عند ظن عبدي بي، فاللي أنت هتظن هو لا يحصل، ودي حتة مهمة جدا. عشان كده لازم الناس كلها تكون بتظن في حياتها خير، تفضل متفائلة على طول، تظن في القادم في البلد خير، تظن ان الحياة سهلة والوفرة فيها كتير. لان بعض الابحاث اللي للأسف بيعملوها بعض الناس بيوهموا ان المية هتقل في العالم وان الرزق هيقل، اللي هيؤمن بالحاجات دي كلها الرزق هيضيق عليه، لكن اللي مؤمن ان ربنا سبحانه وتعالى كريم وخزائنه لا تنفد هيلاقي الرزق بينهال من كل اتجاه. زي بعض الناس يقولوا مثلا ايه، ودي من ضمن القناعات السلبية، يقولك الفرصة ما بتجيلكش غير مرة واحدة بس. دي قناعة منتشرة بين الشباب. اي حد يقولك القناعة دي قوله ليه، هو ربنا بخيل الدرجة دي يا اخي؟ استغفر الله العظيم يا رب. يعني ايه؟ يعني الحياة مليئة بمليارات الفرص، الفرصة اللي هتضيع انا متأكد ان شاء الله هيجيلي الاف بل مليارات منها. اللي مقتنع بهذه القناعة هيلاقي دايما فرص كتير في حياته. اللي مقتنع ان الفرصة ما بيجيش غير مرة واحدة بس، لو جات له فرصة وضاعت هتتقلب حياته جحيم. من الظن الى اليقين، من الظن الى الاعتقاد، كيف امر بهذه المرحلة؟ معنى مش نكون ان اظن لكن أيوة. لا اصل معناها الى اليقين والاعتقاد بالشيء. هنا هتكلم في حتة مهمة قوي اللي هي مراحل اليقين، لازم الناس تكون منتبهة ليها عشان يقدر يتدرج تدريجيا عشان يوصل لاعلى مراحل اليقين اللي هي توازي اعلى مراحل الوعي او اعلى مراحل الايمان. الانسان لما بيعرف معلومات من مصدر موثوق فيه زي الشرع او الدين او العلماء بتصل له المعلومة مجرد علم، عشان كده بيسمى علم اليقين. لو بدأ يطبق المعلومة دي ويلاحظ ويعمل زي ملاحظة كده لكل اللي حواليه ويشوف مين الناس الناجحة، هيشوف بعض الناس الناجحين وهيسألهم هيلاقيهم بيطبقوا هذه المعلومات، هينتقل تدريجيا من علم اليقين إلى عين اليقين. دي الدرجة الثانية من اليقين، الدرجة المتوسطة اللي في النص. لما يبدأ هو يقلد ويقلد الناس دي ويبدأ يحس بالحاجات بدأت تحصل له تدريجيا، بينتقل تدريجيا إلى حق اليقين، بيعيش في الموضوع،
بتبقى مش مجرد معلومات. دايما بندي مثال، مثلا لو انا قلت، وبحب اقولها كده بصوره كوميديه يعني باعتبار ان الناس بتصدقني، يعني لو انا قلت لهم وهم هيصدقوني، انا اقول كلام ما حدش يصدقه بس هم هيصدقوني انا متاكد ان شاء الله. لو انا قلت لكم وانا جاي من مصر على تونس، خير اللهم اجعله خير، الطياره حصل فيها مشكله وفجاه انفجرت وانا الوحيد اللي طلعت سليم، والناس هتصدقني كويس، وما كانش فيه باراشوت ولا حاجه، فانا فتحت الجاكيت بتاع البدله فعمل زي الباراشوت ونزلت بمنتهى السلام والناس مصدقاني خلاص. ونزلت في جزيره، الجزيره دي ما كانش فيها اي بني ادم، ولكن يا شباب انا لقيت فيها تفاح، التفاحه قطرها 7 متر والناس مصدقاني تمام، لان الناس واثقه في كلامي وعارفه ان احمد عماره مش هيكذب، بيبقى عندهم علم يقين. هيقولوا احمد عماره نزل، يا تصدق ده هو فتح الجاكيت بتاع البدله كانه باراشوت ونزل في جزيره لقى فيها تفاحه قطرها 7 متر. طيب لو احنا قاعدين قدام الناس دول وانا بحكي لهم رحت مدخل اشخاص شايلين تفاحه بجد 7 متر، هيعملوا ايه؟ واو ده بجد، انتقل اليقين عندهم من مجرد العلم الى عين اليقين، شافوا التفاحه بالفعل. طيب لو انا وزعت على كل واحد فيهم سكينه وقلت لهم يلا اتفضلوا كل واحد ينزل ياخد حتة من التفاحة، لو نزلوا بالسكينة وبدأوا يتعاملوا مع التفاحة ويدوقوها ويعيشوها، هينتقل من عين اليقين إلى حق اليقين، هيخرج بقى كل واحد فيهم يتكلم عن التفاحة بمعلومات أكتر من اللي أنا هقولها. وبالتالي لما نعيش ونطبق المعلومات، لو أنا عشتها وطبقتها والتزمت بيها وقلت أكيد أنا إن شاء الله لما أعملها حياتي تبقى كويسة، هتتدرج تدريجيا من علم اليقين إلى عين اليقين إلى حق اليقين. أول ما توصل إلى حق اليقين صدقني ما في شيء على وجه الأرض هيوقف قصادك لتحقيق أي هدف، لأنك ساعتها هتكون مؤمن إيمان يقيني. والدين علمنا حتى في ديننا المسيحية من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان ثم أشار إلى الجبل أن يتحرك لتحرك. والديانة الإسلامية ربنا قال لنا كان حقا علينا نصر المؤمنين. وبالتالي أول ما تكون مؤمن تأكد أنك لازم تنصر وسوف تحقق أي هدفك أيا كان رغم أن في أي ظرف على وجه الأرض. هنا من فضلك باش نسألك على شيء مهم، الإنسان كان يوصل إلى عين اليقين وحق اليقين يوصل للمرحلة هذه، وقلت اللي فما حد شيء ينجم يصده على النجاح وعلى القيام بالأعمال متاعه وبطموحاته وتحقيق الأهداف متاعه، لكن ينجم يصير تقدير ما عند الله ولا ظروف معينة تصيب الشخص ذاك، معناها لطف علينا الكل، بمصيبة من المصايب يمكن تحبطه ويوصل حالة إحباط معناها تماما، كيفاش نجم يعود يرجع؟ ده كلام رائع. أولا ربنا سبحانه وتعالى، ودي أرجو الشباب يركزوا فيها كويس جدا، ربنا يا جماعة مش خلقنا علشان يعرقلنا أو عشان يحط لنا المصايب. لازم أكون مدرك تماما إن أنا لو أنا ماشي في طريقي وحصلت لي مصيبة أو حصلت لي مشكلة أنا السبب وأنا عملت خطأ. بعض الناس بيقولوا لا أنا ممكن، يعني ودي كلمة أنا لا أعترف بيها ولا أؤمن بيها، وطبعا زي ما أقول دايما كل إنسان له الحق في الاختلاف أو القبول، يعني الإنسان لا يمكن من المستحيلات أنه يكون ماشي صح وبيعمل كل حاجة صح ويحصل له مصيبة أو يحصل له عقبة كبيرة. والدليل من القرآن، ربنا قال، ربنا بيقول في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأن الله لم يكو مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. معناها إيه؟ لا يمكن ربنا يغير نعمة لو أنت مرتاح، لو أنت عندك مال، لو عندك صحة، لو عندك سعادة والسعادة نعمة، لا يمكن ربنا يغيرها حتى تغير ما في نفسك، يبقى أنت السبب. وبالتالي لما تدرك ده أول ما تقع مشكلة أو يحصل مصيبة ساعتها ما تقولش ربنا اللي عامل كده، لو انت قلت ربنا اللي عامل كده هتقعد مكانك مستني، لكن لو قلت طالما هي مصيبة اكيد خير وانا عملت حاجة هستفيد منها وهعمل الصح، هتفهم ساعتها ايه الخطأ اللي انت عملته وقعت فيه، وبالتالي هتغير كل المستقبل. ويمكن بالتفصيل هنتكلم عليها ان شاء الله لان الموضوع قد يكون صادم لبعض الناس، فاحنا بنتكلم فيه بالتفصيل. هنتكلم في الكورسين حوالي 20 ساعة ازاي تشرب كويس قوي المعلومة دي، وبالتالي لا يمكن مهما كان اي هدف
يقف قصادك او اي ظرف يعرقلك عن طريق تحقيق حلمك ان شاء الله. شكرا لي، قاعدين نستفيدوا منك ويستفيدوا التوانسه اللي يسمعوا فينا اكيد من المعلومات نتاعك. باش ناخذوا تليفون ساميه، للاسف مرت بفترات صعيبه، معناها عاشت ديبريشن، مشات العديد من الاخصائيين النفسيين لكن ما لقات حتى حل. الوضعيه نتاعها قعدت في نفس الوضعيه في نفس المكان. ساميه مرحبا بيك، باش نطلب منك بكل لطف. ساميه تسمع فينا ولا؟ نسمع فيكم. شكرا لك ساميه، مرحبا بك على شمس افام، معك دكتور احمد عمار. باش نطلب منك بكل لطف تلخص الحكايه في ساعه، تسال سؤال واحد بما ان الوقت يدهمنا والدكتور ان شاء الله يفيدنا ويعطيك المعلومات الكل. تفضل يا لاله. الو، عسلامه دكتور. يعطيك العافيه، يعيشك. تفضل. انا عندي صارت لي مشكله، عندي عام ونص. اتصلت باختصاصي بسيكياتر. دونك سوت ما تاقات سو تريتمون، ما نستعمل لي زونتي ديبريسور الكل عام ونص، مي نحس روحي ما فما حتى 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 تحسن. معناتها انه البسيكياتر، معناتها انا كي سمعتك تحكي على دور البسيكياتر، البسيكياتر وقت اللي تمشي له يسمعك ويعطيك الدواء. دونك قعدت توا انا عام ونص ما نعرفش انا لو تيرم جو تورن اون رون. ميساج نجم نجم نفصل له انا. ساميه اخذت في نفس الدايره. فوالا. طيب بصي هقول لك حاجه، هو مبدئيا في معلومه مهمه ارجو تنتبهي ليها، يعني الانسان لو هو عنده مشكله وحاول يسعى للخلاص منها هتلاقيه بيلف من نفس الدايره وهيقعد فتره طويله عشان يخلص منها. الصح انك تبقي عارفه ان ربنا سبحانه وتعالى خلق الدنيا كلها بقانون التضاد. يعني ايه؟ لو في اكتئاب عكسه سعاده وراحه، لو في فقر عكسه غنى، لو في مرض عكسه صحه. انسي المرض وانسي التعب وانسي الخنقه وانسي الفقر واسعي للعكس. يعني لو انت بس قعدتي لمده شهر تتفنني ازاي اصل للراحه والاستمتاع والسعاده، وبداتي تعملي تدريبات لانك تصلي الى هذا الموضوع، ازاي اوصل لاني اتحكم في كل ظروف حياتي، ازاي اوصل في اني مثلا لو حصلت لك مشكله، اللي حصلت لك دي بقالك سنه ونص كان سببها مشكله ماديه او مشكله صحيه، لو قلتي ازاي اكون غنيه ومخمخ واخطط كده بحيث اوصل للغنى، صدقيني هتلاقي حياتك كلها بتتدرج بهدوء للوصول لهذا الموضوع. الادويه يمكن بتعمل نوع من التسكين او نوع من تظبيط الحالة المزاجية، ولكنها لا تغير واقع الموضوع. لازم تغيري طريقة تفكيرك تماما. يعني مثلا بدل ما تبصي على الحالة اللي انت فيها انها مشكلة وانها مصيبة وانها ازمة، اعتبريها حالة. انا في تحدي دلوقتي، نعتبر مثلا انا جبتك في مكان وقلت يا شباب انا هضع الاستاذة دي في ظرف ما، 1 2 3 4 اللي هي ظروف حياتك، وهنشوف هل هي تقدر تتحدى كل اللي بيحصل ده وتوصل للسعادة والراحة ولا لا. شوفيها بالمنظر ده ان هو تحدي، وانك باذن الله. سامحني سامحني، كيفاش واحد يتحسن هو قاعد في نفس الظروف اللي هي مثبت له المشكلة؟ دونك المشكلة هي معناتها الظروف اللي سببت المشكلة انت باقي عايش فيها وما تنجمش تخرج منها. ما هو خاطر فما دي كونترانت، فما حاجة تفرض عليك انك ما تنجمش تخرج منها. لا، ما هي دي النقطة اللي بكلم فيها. اديني مثال واحد لظرف قدر يخليك ما تخرجيش منها. ممكن اعرف مثال واحد؟ الاطفال. يعني انت ايه مشكلة الاطفال؟ لا تنجبي مثلا؟ لا، من اني من مرتبطة بصغاري وما نجمش نطلب الطلاق. حلو جدا. طيب اذا انت شايفة من وجهة نظرك ان انا مرتبطة باطفالي وبالتالي انا من المستحيل ان اطلب الطلاق، وشايفة ان حياتك وسعادتك في الطلاق. هنا المشكلة، خلي بالك بس ركزي معايا. ايوه اللي انا اقصده بقى، لو انت عكست الوضع وقلتي انا هفهم ازاي اكون سعيدة مع زوجي، او انا لو عرفت اقعد معاه نوصل لحالة انا، يعني خلي بالك طالما انت عاوزة تطلقي يبقى اذا انت مش سعيدة وهو مش سعيد، صح؟ طيب لو انت غيرتي وضع الطلاق وقلتي انا هحاول اكون انا سعيدة وهو سعيد، نعمل كده ازاي؟ وقعدتوا مع حد متخصص يعرفكوا ازاي تتعاملوا مع بعض، او ايه المشكلة اللي حصلت بينكوا تتلافوها؟ نحن ما نجموش نتفاهموا مع بعضنا، خاطر انا ديجا معناتها حسب الاخصائي اللي انا عندي اون بيرسوناليتي اوبسيسيونيل، ما نعرفش كيفاش نقول هنا بالعربي. عندي اون بيرسوناليتي اوبسيسيونيل، هذا شخصية نتاع التملك. تمام اوبسيسيونيل، دونك سي ان بروبليم. دونك
مشكلة معناتها اللي صعيب باش نكملوا مع بعضنا معناتها حتى معناتها صعيب. كويس، يعني هو عنده حب تملك وبالتالي هي عندها حب تملك، انت اللي عندك حب تملك. انا وي انت عندك حب تملك، مش نو مش هو في البسيكياتري سي با حب تملك لوبسيسيوناليتي سي كو سي لا ريغور سي لي يعني exigeant. يعني عندها كيفاش نقولوا شخصيتها صعبة في كل الأشياء، يعني محترفة جدا، كل شيء لازم يكون منظم. كويس. كل اللي شيء هي الشخصية اللي تسعى للكمال، شخصية كمالية وبتحب كل شيء كامل، صح كده؟ طيب يبقى إذن الموضوع أو اللخبطة في مين؟ مش عند حضرتك؟ عندي. طيب حلو قوي، عايز أقولك إن الموضوع ده حله سهل جدا جدا جدا، لو أنت اتدربتي بس تحاولي تفوتي، عارفة يعني مثلا لو انت بتدخلي الغرفة لازم يكون كل حاجة مظبوطة صح، وإلا بتحس انك مش مرتاحة، صح كده؟ تعمدي لمدة اسبوعين ثلاثة جايين انك اول ما تدخلي الغرفة شيلي السجادة، غيري مكانها، حطيها بوضع غلط، شيلي حاجات في من على السرير وقعيها على الارض، وقولي انا هتعود على كده، مش انا عايزة اكسر حالة الكمال. خلي بالك حالة الكمال دي معناها انك داخلة في منافسة مع ربنا، الانسان لا يمكن يكون كامل، الكامل او الكمال لله وحده، فساعات الشيطان بيلاقي لما يلاقي الشخص عاوز كل شيء كامل بيدخله من هذا المدخل، وده احد اهم مداخل الوسوسة، انه بيخليك مثلا لو انت قاعدة في كوباية محطوطة بطريقة معينة ما تحسيش بالراحة ابدا الا لو ظبطيها، وبالتالي اهم تدريب تعمليه كده، طب انا هتعلم اقعد مهما كان الوضع وتعمدي بس لمدة اسبوعين كسر هذه الحالة، مش هتاخد اكتر من اسبوعين، ان انا ادخلي الغرفة شوفي السرير، لخبطي شكل الملاية، حطي المخدات في شكل مختلف، وقولي انا هستحمل وهقعد اتفرج على التلفزيون كده، لو قهرتيها لمدة اسبوعين هيختفي ده تماما ان شاء الله، بس لازم تقعدي مع متخصص عشان في كذا تدريب عملي باذن الله، وتطمني الموضوع سهل ان شاء الرحمن، لو تغير هتلاقي حياتك بقت سهلة باذن الله. شكرا لك دكتور، شكرا لك سامي، ان شاء الله حاولنا باش نجيبو، بارك الله فيك اللي كنت معنا على المباشر. احنا قريب نختموا اللقاء هذا، لقاء طويل اكيد لكن تعلمنا فيه برشا حاجات، واللقاء هذا كان يزيد طويل، ديما عاملين برشا جو، من المغرب تقول لك بارك الله فيك نحبك برشا، وتقول لك زادة اللي غيرت لي حياتي، علاش على خاطر اول مره ريتك في التلفاز كان يوم عيد ميلادي، كان احسن هديه يوم الله. عيد ميلادي اللي شفتك. نجوى زادة تقول لي عندها اشكاليه اللي هي ما تنجبش الصغار، لكن تقول زادة اللي معناها كان شافت مع الاطباء، شافت اللي ما عندها حتى اشكاليه طبيه معناها وبدات تدخل في حاله نتاع ديبريشن نتاع انهيار عصبي. هقولها سريعا كده، لو ما في اي سبب طبي اطمني، حاولي تحضري كورسات بكره وبعده ان شاء الرحمن، في معلومات كتير مهمه جدا، طالما ما فيش سبب طبي اعرفي ان في لخبطه في الافكار عندك، لو اتظبطت باذن الرحمن، انا شفت حالات كتير جدا كده بمجرد تظبيط اللخبطه اللي عندهم حصل حمل في خلال 4-5 شهور بالكتير ان شاء الرحمن، اطمئني بمجرد تغيير هذه الافكار ان شاء الله هتلاقي كل حاجه سهله باذن الله. لم يا محجوب يتسلم عليك برشا، غفران العايدي زاد بارك الله فيك، وهاجر وياسمين باش نسالك سؤال على الكاريزما، على الجذب نتاع الاشياء الجميله والجذب جذب نتاع الناس ليك انت كشخص، برشا ناس يقول لك انا مدير شركه، انا عندي معناها تيم وقاعد نحاول باش نحرك فيه، لكن الناس ينظروا لي بنظره مش نتاع ليدر، مش نتاع انسان مبهر، معناها كيف نقوم بهذا، كيف نتدرب على هذا؟ طيب سريعا كده، نظره الانسان لنفسه، الانسان يعني في فكره كده بيقولها دايما، الافكار ليها ريحه، يعني اللي قدامك بيشم افكارك، وبالتالي لو انت مش شايف نفسك ليدر او شايف نفسك مؤثر وبدات تتعامل مع الشخص، هو هيلقط الموضوع ده، دي حاجه. الحاجه الثانيه، لو انت خشيت او خفت ان الشخص اللي بتتعامل معاه يتعامل معاك بصوره دونيه او بصوره مش جيده، هتلاقي الشخص اوتوماتيك بيتعامل معاك بهذه الطريقه. فالشخص اللي عنده هذه الحاله هي لخبطه في الثقه بالنفس، وبالتالي لازم تاخد تدريبات او كورسات عن الثقه بالنفس باذن الرحمن، بمجرد ما تبني بناء داخلي او صوره ذهنيه داخليه رائعه عن شكلك وعن شخصيتك، هتلاقي كل اللي حواليك بيتعاملوا بهذه الطريقه، ودي بس معلومه بسيطه كده ازاي تخلي ثقتك في نفسك عاليه وتعلي كاريزما ان شاء الله. نرجع لك دكتور على كلمه الختام، مرحبا بيك خوله، لما حاله توا باش نكلموك مساج في ختام الحلقه. خولة الشريف، انت عندك الكوتشينج لايف، ويذولي معناها دكتور احمد عمارة موجود هنا بفضل ربي وفضلك انت زادة اللي عملت مجهود باش تستدعاه كما قال راهو مجاني حتى استدعاه، وبرشا توينس هنشوفوا يتبعوا فيه ويحبوه. خولة باش تعمل دورات تدريبيه، وقتاش باش يبداو، شنو اللي باش يصير فيهم، احكي لنا بصفه عامه.
إن شاء الله الدورات التدريبية اللي باش نقوموا بهم في تونس مع دكتور أحمد عمارة باش يكونوا في نفس الإطار متاع قانون الجذب اللي كنا نحكيوا فيه، باش اللي يحب يحضر معنا باش يشوف أكثر تطبيقات معناتها كيفاش يطبق فعليا قانون الجذب. الدورات هذوما باش يكونوا من نهار 2 لنهار 5 سبتمبر إن شاء الله. قانون الجذب الدورة هذه متكونة من زوز مستويات، المستوى الأول هو قوة الكلمة والتفكير، والمستوى الثاني هو التطبيقات الفعلية متاع قانون الجذب، واللي إن شاء الله باش يقدمهم لنا دكتور أحمد عمارة. كيفاش نجمو نتصلوا بكم؟ عندكم شي سيت ويب؟ نجمو يشوفوا سيت ويب متاعنا وإلا الباج فيسبوك سنتر كوتشينغ لايف، يرقوا التفاصيل الكل على الدورات هذوما. وكان الحجز راهو مازالوا أماكن قليلة جدا، اللي يحبوا يكملوا يحجزوا معنا مرحبا بهم، رحبوا بهم في الدورات هذه. شكرا لك بارك الله فيك اللي عملت مجهود وجبت لنا دكتور أحمد عمارة. دكتور هو الناس هما اللي جلبوه لتونس، أكيد برشا ناس يحبوه وعنده برشا شعبية معناتها برشا أحباء في تونس، هما اللي شجعونا باش نستضيفوه. هو ميسيش الأماكن محدودة المرة هذه، جيتوا الأولانية والجيات معناها سامحونا اللي ما نجموش نقبلوهم معناتها المرة هذه. أكيد شكرا لك، شكرا لك خولة زادة اللي وفرت لنا الحصة هذه وجبت لنا بحثنا دكتور أحمد عمارة. نحب نشكرك برشا. نحب نخلي لك كلمة الختام، شنو تقول للشعب التونسي اللي قاعد معناها يعيش في فترة بعد ثورة، يعيش في معناها فكل واحد كيفاش النفسية متاعه، عنا أزمة ثقة، عنا برشا أشياء يمكن صالحهم بالتنمية البشرية وبالعلم النفس أكيد، اللي زاد هو عالم من العوالم متاع التنمية البشرية. دكتور كلمة الختام دي كانت تفضل. كلمة الختام عاوز كل شخص بيسمعني دلوقتي ينتبه إن ربنا سبحانه وتعالى من عدله إنك لو ركزت على نفسك، عليت الثقة بنفسك وبالله سبحانه وتعالى، حاولت تسعى لتطوير ذاتك وتطوير مهاراتك للوصول لهدفك، ستصل ليه لو كل اللي حواليك في قمة السلبية. وربنا بيقول في القرآن يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وبالتالي لو أنت قعدت تقول بقى البلد في لخبطة أو لسه البلد لم تستقر أو مفيش ظروف أو إلى آخره، أنت سبت مستقبلك وقرارك وقدرك في إيد الظروف وبالتالي هي لا تحكمه. لكن لو أنت قلت بإذن الرحمن أنا توكل على ربي وأنا واثق، صدقني مهما كانت الظروف هتلاقي كل حياتك بتتغير للأحسن، وبعد كده كل اللي حواليك هيقلدوك. يمكن أنا دايما بقول في مصر المثال ده، احنا قعدنا سنين بنتكلم عن الديمقراطية وبنتكلم ان لازم نكون أحسن واوا إلى آخره، أول ما شفنا التونسيين ربنا يا رب يبارك فيهم اتغيروا وعملوا ثورة كلنا قلدناهم. وبالتالي لما كل إنسان يركز في نفسه ويركز في هدفه ويبدأ ينجح، هتلاقي كل اللي حواليه عمليا بدأوا يقلدوه، وبالتالي احنا هنساهم عمليا في تطوير الشخص والفرد التونسي والعربي يا رب على طول دايما إن شاء الله. شمس FM، شمس FM، وين انتي وين احنا.